وبشأن الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت واستمرار تداعياته حتى الآن، ينضم إلينا عبر سكايب من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب. أهلا بك معنا أستاذ حسان. أهلا بكم. حياكم الله أستاذ حسان. يعني عامان مرا على انفجار مرفأ بيروت، ولا يزال المسار القضائي متوقفا بدعاوى رد القضاة وغيرها أيضا. برأيك لماذا هذا التعطيل لمسار إظهار من يقف وراء هذا الانفجار وهذه الحادثة؟ من يشعر بالإدانة يحاول تأخير المسار القضائي. من يطالب بتغيير القضاة هو حزب الله وحركة أمل. واليوم أيضا، اليوم في هذا اليوم بالذات وفي ذكرى الانفجار، طلب حسن نصر الله أمين عام حزب الله بتغيير القاضي أو أن يتنحى القاضي وأن يعود التحقيق إلى مساره الشفاف. كيف يكون شفافا؟ لا أحد يدري، لكن هو لديه معايير خاصة يريد من خلالها أن يكون خارج التحقيق، وأن يكون رموزه ورموز حركة أمل خارج التحقيق أيضا أو خارج حتى المساءلة. منذ أسبوعين تم توقيف المطران الحاج على معبر الناقورة، واتهمه القضاء بأنه ينقل أموالا من فلسطين المحتلة إلى الداخل اللبناني. اعتبر حزب الله أن هذا الإجراء إجراء قانوني وأنه يجب أن نحترم القضاء وأن ننزل عند قرارات القضاء. أما في موضوع المرفأ فحزب الله له رأي آخر، هو يرفض أن يتدخل القضاء بشكل متوازن وأن يحقق بشكل دقيق حول كيفية دخول هذه النترات وكيف تم تفجيرها ومن تجاهل وجودها طوال سنوات سبع تقريبا. لماذا بقيت هذه النترات؟ كيف خسرت جزءا كبيرا من كميتها من آلاف الأطنان إلى مئات الكيلوغرامات؟ أين ذهبت هذه النترات؟ من كان ينقلها من لبنان إلى سوريا؟ كيف تم هذا؟ من هي شركة النقل الذي نقلت هذه النترات؟ كلها أسئلة يجب الإجابة عليها من خلال المسؤولين الذين كانوا فعلا في سدة المسؤولية، ومن خلال بعض النواب الذين يعملون مع حزب الله وحركة أمل والذين يملكون معلومات وازنة في هذا الموضوع. القاضي بطار تمكن من وضع يده على بعض هذه النقاط، لذلك حزب الله استنفر وحاول التهديد والتهويل، وذهب وفيق صفا المسؤول الأمني لحزب الله ومسؤول ملف الأمني في لبنان والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية إلى قصر العدل ليطالب بتغيير القاضي. إذن هناك شيء يدين حزب الله، أو على الأقل يدينه في سوء سلوكه أو في تجاهله لما كان يجري في المرفأ، وبالتالي يشعر بالإدانة. وهناك أسماء وردت للتحقيق، وكان من المفترض أن يصدر مذكرات توقيف بحقها، منهم اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام، وحينها عندما طلب للتحقيق وذكر أنه سوف يصدر بحقه مذكرة توقيف، تم التوسط والتواصل بين الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية والسياسيين على أعلى مستوى، وتم توقيف هذا الموضوع كليا، ولم يعد يذكر شيء عن دور اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام، خاصة وأن الأمن العام هو من يراقب المعابر الحدودية ومنها المرفأ، وهناك موظفين للأمن العام في المرفأ. كيف لم يعرفوا بوجود هذه النترات، أو كيف تجاهلوا وجود هذه النترات، ولماذا لم يعملوا على معالجتها؟ نعم سيد حسان، يعني إلى أي مدى تتوقع أن يتكرر لربما سيناريو اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وهل ينتظر نفس النتائج من هذا التحقيق؟ حزب الله دائما ما يسعى إلى تعطيل التحقيق في الداخل إذا كان يشعر بأنه سوف يكون مدانا أو على الأقل أنه مرتبط بهذه الجرائم. في السابق عند اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري رفض حزب الله التحقيق الدولي، واعتبر أن القضاء اللبناني قضاء عادل ونزيه ومتخصص وقادر على التحقيق في جرائم من هذا النوع والوصول إلى نتيجة، ورفض التحقيق الدولي. الآن يعتبر أن القضاء اللبناني غير مؤهل وغير كفؤ ويجب استبداد القضاة. هناك مشكلة في ازدواجية المعايير وازدواجية المواقف. حزب الله يريد أن يبقى خارج هذه الدائرة، دائرة الاتهام، وخارج دائرة التحقيق أيضا. وكلنا يذكر أنه بعد الانفجار بيومين، وعندما جاءت الوفود الأجنبية للمساعدة في التحقيق والمساعدة في البحث عن ناجين، تم تأخير دخول هذا المرفأ يومين كاملين، وشوهدت مجموعات تابعة لحزب الله
وأنصاره تجول في المرفأ وتبحث عن أشياء معينة لا أحد علم تماما، لا نستطيع أن نتحدث عن شيء محدد لأننا لا نملك معلومات، لكن الأكيد أنهم كانوا فعلا داخل المرفأ خلال يومين، وتم تأجيل دخول الوفد الفرنسي والوفد البلجيكي إلى داخل المرفأ خلال يومين مهمين جدا، لأنهما كانا هنا عقب الانفجار مباشرة. لذلك هناك شيء مخفي في هذا الموضوع. معظم الإشارات الكثيرة التي وردت من داخل المرفأ ومن بعض الناجين وبعض الباحثين أيضا أن هذه النترات كانت للنظام السوري، خزنها في لبنان من خلال حزب الله، وكان يسحبها إلى سوريا لاستخدامها في البراميل المتفجرة لقصف الثوار، لأنه كان لا يملك مكانا آمنا في سوريا في ذلك الحين لتخزينها فيه. وبعد ذلك أيضا أطلع علينا أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية الآن، وهو وزير سابق ونائب سابق أيضا، وتحدث عن أن هذه النترات جاءت إلى طرابلس، مدينة طرابلس في لبنان، بهدف دعم المعارضة السورية، ولكن لسبب ما جيء بها إلى مرفأ بيروت، ثم تبين أن هذا الكلام غير صحيح. شكرا. دائما لاتهام الآخرين بما يخدم حزب الله وسياساته ويعمي عن دوره في وجود هذه النترات والنتيجة المروعة التي تسببت بها في مدينة بيروت. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفي عبر سكايب من صيدا، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب، شكرا جزيلا لك.